طيب، محاضرتنا اليوم عن الفيرست اوردر لوجيك اللي هو تشابتر 3. التشابتر اللي قبله كان عن البروبوزيشنال لوجيك. هذا التشابتر اللي بنشرحه ثلاثه سيكشنز. بتلقوها مسجله على هذا الرابط. وهذا المحاضره مقسمه، هي الانترودكشن مقسمه لاربع اقسام. اول شيء عن what is a predicate. خلينا نبلش، شو هو البريديكيت او شو هو الفيرست اوردر لوجيك او البريديكيت لوجيك. هذا اللوجيك له اربع مسميات عندنا، او وله اكثر على فكره. هو شو يعني مسميات؟ يعني مرات بنقول فيرست اوردر لوجيك، مرات بنقول the logic of quantified statements، اللي هو اللي بتذكره اللي هو اللوجيك اللي فيه for all of their existence. في ناس بسموه predicate logic، وهذا على فكرة الاسم برضو اسم شائع لإله، يعني أكثر اسم شائع اللي هو first order logic. الكتاب تبعنا بسميه the logic of quantified statements، وفيه له اسم كنا predicate logic أو first order predicate calculus أو lower predicate calculus أو quantification theory. هذه المسميات بنحكي على نفس اللوجيك. خلينا احنا نسميها هلا فيرست اوردر لوجيك ونشوف اللي هو الكور فيه. اهم شيء شغله فيه اللي هي البريديكت. شو هي البريديكت؟ او قبل ما نجاوب شو البريديكت او كيف بدنا نجاوب شو البريديكت، خلينا نقارن هذا اللوجيك الفيرست اوردر لوجيك مع البروبوزيشنال لوجيك اللي درسناه قبل. اللي درسناه قبل اللوجيك يتكون من النوت والاند والاور والاف ذن والاف اند اونلي اف، يسموه مرات انديكيشن او كوردنت. واهم شيء بهذا اللوجيك بالبروبوزيشنال لوجيك ان بنشوف اللوجيك كبروبوزيشنز او بنشوف العالم كبروبوزيشنز او بنشوف بي وكيو ار بروبوزيشنز. شو البروبوزيشن؟ كانت جمله ممكن تكون طويله جدا الها بس يا ترو يا فولس. هذا كان البروبوزيشن. في الفيرست اوردر لوجيك احنا بنحكي مش على بريبوزيشن، بنقولش مثلا today is a Friday، لا بنقول P of X مثلا person، وبين قوسين بنحط X، او بنقول works at، وبنقول بين قوسين مصطفى و slash بيرزيت يونيفرسيتي. يعني بتنقرا مصطفى works at بيرزيت يونيفرسيتي، هاي بنسميها بريديكت. بعدين طيب شو في كلبه هذا اللوجيك؟ في كلبه نفس الشيء not و and و or و if و if and only if. ايوه، اذا لحد الان شو اختلف؟ اختلف انه مش نفس البريديكت. هون في هاي في البروبوزيشن لوجيك كنا نتعامل مع بريديكت. في كمان شغلتين اختلف، ضفنا عليه for all with their exist، ضفنا عليه for all with their exist. هذا اللوجيك بنسميه first order logic. وعلى فكره احنا درسنا الفيرست اوردر لوجيك البروبوزيشنال لوجيك اول شيء، وبعدين وكانه طورناه تصار فيرست اوردر لوجيك شيء مور ادفانس. الحقيقه في الواقع كيف تطور هذا المنطق؟ بالعكس، هذا المنطق بلش من ايام ارسطو ولحد اليوم، بس شيء قبل 1000 سنة. مش عم بعطيش التواريخ بالضبط، بس شيء قبل 1000 سنة هذا اللوجيك كان كثير ادفانسد، فطلع نسخة مبسطة منه. يعني هو مش كان بسيط وتطور، لا، هو طلع نسخة مبسطة من هذا اللوجيك اللي سموناها بروبوزيشنال لوجيك، اللي اشتغل فيها بالغالب العرب. وبعدين بالمناسبه هذا اللوجيك كمان البروبوزيشنال لوجيك بعدين اللي هو اليوم بتستخدموه انتم في الدوائر الكهربائيه اللي عشان نعمل بوابات منطقيه ونبنى عليها علم الحاسوب، اللي هو البروبوزيشنال لوجيك اللي هو نسخه مبسطه من الفيرست اوردر لوجيك. وعلى فكره كمان اعطيكم معلومه مش موجوده بالسلايد، انه بسنه 2000 تقريبا طلع لوجيك ثالث بنسميه بروبوزيشنال لوجيك، متاسف مش بروبوزيشنال، description logic، المنطق الوصفي، برضه نسخة مبسطة عنها، نسخة ثانية مبسطة.
طيب هذا مقدمي عن هذا اللوجيك. ناخذ شو هو البريديكيت. البريديكيت هي صفه او سموها بالعربي محمول او بريديكيت، يعني مش 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 جمله طويله تحتمل الترو او الفولس. هاي كل argument هون نسميها argument أو variable. ها فهات لنا نعطي أمثلة عليها. مثلا P of X, X2, X3, X4 زي مثلا نقول person أو بين قوسين أمجد. نقرأها أمجد is a person. نقول BZU يعني BZ University is a university. بعدين بنقول امجد study at BZ University. بعدين هيك هيك احنا نشتغل او هيك نكتب البروزي. هاي بسموها مرات صفات او بتطور. انا هلا ببسط بتصير صفات او بتصير علاقات بين الاشياء. The domain of a predicate variable اللي هو شو الدومين تبع هاي. يعني هاي ما بقدر احط اذا مره احط امجد ومره احط يعني مدرسه اسم مدرسه ما بزبطش. الفاريبل بكون له محدد النوع الفاريبل الدومين تبع الفاريبلز اللي باخذها. اوكي فهاي كنا بنسميها البريديكت نيم وهاي بنسميها الارجيومنت. والبريديكيتس ممكن يكونوا يوناري. يوناري شو يعني يوناري؟ يعني واحد يعني زي هيك. او ممكن يكونوا باينري. باينري شو معناها؟ اثنين. فممكن انا اعطي بهذا الطريق. وممكن يكونوا ثلاث نسميهم بهاي الحاله تيرناري. تيرناري ثلاث تيرناري بريديكيتس اللي ممكن اقول ستدي ات ويعني نقول امجد ستدي ات بير زيت يونيفرسيتي ان ذا كمبيوتر ساينس ديبارتمنت. ممكن يكون اكثر ممكن كواترناري اللي هي ممكن نقول امجد ستدي ات بير زيت يونيفرسيتي ان ذا كمبيوتر ساينس ديبارتمنت ان ذا يير اوف 2015. وممكن تكون اي شيء بدنا اياه. نحط عدد الارجيومنتس قد ما بدنا. فبس بدنا نعرف انه هذا هي عدد الارجيومنتس بنسميه ان فبنسميه اناري بريديكت. فهذا هو البريديكت. هذا هو البريديكت. بدي احكي لكم عن التروث تبعته. يعني هل هو ممكن يكون صح او خطا؟ هون دائما نكتب تعريف البريدي تعريف يعني التعريف البريدي كيت بهذا الصورة. نقول X تنتمي إلى D such that P of X. شو يعني؟ يعني هاي بسموها if P of X يعني if P of X is a predicate and X has a domain D, the truth set of the truth set. يعني لما بقول انا person و person x person و بين قوسين x هاي شو التروث تبعتها؟ the truth set تبعتها شو التروث set تبعتها؟ هي مش هي ترو. احنا هاي اكس از ا فاريبل. بنقول ان انا ممكن اكس تنتمي الى وين؟ لدومين معين. شو يعني دومين؟ يعني مجموعه من القيم. عندنا مسير مجموعه من القيم اللي هم قد يكونوا الناس اللي انخلقوا واللي موجودين واللي بدهم ينخلقوا كلهم. تحط اسمائهم هون هون وبصير person of x هذا الفاريبل باخذ قيمته من هذا الدومين. وبالتالي مجموعة هذولا person x مجموعة هذولا القيم كلهم the truth set is the set of all elements.
اللي يعني كل القيم اللي بطولها من هون اللي بتخلي هاي اللي بريدك ترو، هاي نسميها تروت سيت لل لهاي اللي بريدك. فعندنا اكزامبل ثاني بنقول اكس تنتمي الى اورجانيزيشن، او بقراها بالانجليزي وبعدين بقراها بالعربي. اكس belongs to organization such that x is a university. اقراها مرة. لاحظوا حطيت هذولا إشارة المجموعة من على الجنبين، يعني أنا بحكي هذا على تعريف، بحكي على تعريف هاي على تعريف البريديكت، أنا قاعد بعرف في البريديكت. لاحظين بعرف في البريديكت. شو يعني قاعد بعرف بالبريديكت؟ بقول هو بالعربي هو مجموعة المؤسسة اللي تنطبق عليها صفات جامعة. أنا قاعد بعرف تعريف، بقول شو يعني person of X university university، معلش للخط على الكيبورد على الماوس. University X، تسألني شو University X، بعطيك تعريف. هاي تعريف، بقول لك هي مجموعة المؤسسات اللي بتنطبق عليها صفة الجامعة. لاحظوا هي مجموعة، لما قلت هي مجموعة معناته بدي احط هذول، هي مجموعة بعدين ايش المؤسسات، يعني اكس تنتمي الى organization، او هاي بنقراها ايش، كيف بنقراها بالبلدي بالعامية، نقول اللي او التي بالفصحى، التي مجموعة المؤسسات اللي تنطبق عليها صفات جامعة. طيب نأخذ the set of all organizations that are universities. طب هاي شو تعريف student of X؟ نقول the set of all persons that are students. شفتوا كيف؟ The set of all persons that are students. طيب هذا لحد الآن ألخص، لحد الآن احنا بس عرفنا شو البريديكت، ما دخلناش في البريديكت لوجيك أو في first order logic، احنا فقط عرفنا شو هو البريديكت وفقط ووقفنا عشان ندخل على the for all with their existence.